مرحبا أصدقائي، في هذا الفيديو سأشارك معكم أفضل 5 مواقع لبيع الديجيتال برودكت والتيتشين ريسورسز، المنتجات الرقمية والمصادر التعليمية. وأغلب هذه المواقع فيها ترافيك عالي جدا. أصمم منتج واحد وأبيعه في كل هذه المواقع دفعة واحدة، وأي ربح يأتيني من أي موقع يعتبر كدخل سلبي. أيضا في هذا الفيديو أثناء شرح المواقع سأشارك معكم استراتيجية سحرية جدا للحصول على أفكار منتجات مربحة، فتابعوا معي. الموقع الأول هو موقع جومرود، وهي منصة لبيع المنتجات الرقمية بكل أنواعها: الكورسات، الاشتراكات، كتب إلكترونية، كتب صوتية، وحتى المنتجات الملموسة الفيزيكال برودكت. ما يميز هذه المنصة أنها سهلة الاستخدام، ويمكن لأي مبتدئ إنشاء حساب وبيع المنتجات الرقمية فيها. ولكن العيب الوحيد في هذه المنصة أنها تحتاج إلى جلب الترافيك إليها، تحتاج إلى أن يكون لديك مصدر ترافيك وترسله إلى الموقع للبيع، لأن الربح من الترافيك الخاص بالموقع ضعيف جدا. وأيضا عندما يقترح الموقع منتجك لشخص ما تكون عمولة الموقع أكبر. لكن بصراحة حسب تجربتي مع الموقع لمدة 2 سنين، مؤخرا أصبح الترافيك من الموقع أفضل بكثير من الأول. في البداية كان الموقع جومرود غير معروف، وبالتالي لا يمكن تحقيق مبيعات دون الترويج. أما حاليا الموقع معروف وفيه زيارات جيدة، ويمكنك أن تبيع دون ترويج إلى أنها تظل مبيعات قليلة. وفي السنوات المقبلة نأمل أن يرتفع الترافيك المجاني أكثر وأكثر، لذلك فقط أنشر فيه كل منتجاتك، وأي مبيعة جيدة تعتبر مكسب جيد. الموقع الثاني وهو موقع كرياتيف فابريكا، من أشهر المواقع لبيع التصاميم والجرافيكس والمنتجات الرقمية بشكل عام، وحتى المصادر التعليمية، ويعتبر أيضا من المواقع الملهمة لاستلهام أفكار منتجات لإنشاء وإعادة بيعها. سأشارك معكم السر الذي أستخدمه للحصول على أفكار منتجات رقمية لبيعها. ركزوا معي، أنا لدي اشتراك في كرياتيف فابريكا. عندما أبحث عن فكرة منتج رقمي جديد لم يسبق لي أن صممته، أبحث في كرياتيف فابريكا وأقوم بتحميل بعض المنتجات الجاهزة، لكن لا أعيد بيعها كما هي لأنه مخالف، وقد تتعرض لبلاغ من صاحب المنتج. ولمعرفة تفاصيل أكثر حول حقوق الطبع والنشر في كرياتيف فابريكا، شاهدوا هذا الفيديو، سأتركه لكم في صندوق الوصف. فيديو مهم جدا وفيه كل ما تحتاج معرفته عن حقوق الطبع والنشر في موقع كرياتيف فابريكا. حسنا، أقوم بتنزيل المنتج لمعرفة كيف قام البائع بنشر هذا المنتج، ما الصيغ التي أتاحها، وما المقاسات التي صمم بها المنتج، وأيضا كيف جهز الملف النهائي للمنتج ورفعه، لأن هذه التفاصيل هي أهم شيء في صنع منتج رقمي وبيعه، بحيث يمكنك تصميم منتج مشابه بطريقتك بأسلوبك وإعادة بيعه في كرياتيف فابريكا وباقي المنصات التالية. العيب الوحيد في موقع كرياتيف فابريكا هو تحميل المنتجات بالاشتراك الشهري، خاصة عندما يكون العرض $1. وبالمناسبة هذا العرض لا زال قائما، ويمكنك استغلاله أيضا عبر الضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف. يمكنك تحميل ما لا نهاية من الصور والجرافيكس والخطوط الرائعة $1 فقط لمدة شهر كامل. أما إذا كنت ستبيع في الموقع فهذا ليس جيد نوعا ما، لأنه سيكون لديك منتجات قيمتها تساوي ربما $10 فما فوق. بالاشتراك الشهري للمشتري يستطيع تحميل كل منتجاتك $1 فقط، وهذا مؤسف وهذا مؤسف جدا لك كبائع اجتهدت على منتجاتك. لكن إذا كنت تحقق أرباح من هذه المنتجات في مواقع أخرى، تظل السنتات والدولارات الصغيرة من موقع كرياتيف فابريكا أرباح أيضا، نشعر بالامتنان لوجودها لأنها أرباح إضافية. لمعرفة كيفية إنشاء متجر في كرياتيف فابريكا ورفع أول منتج، وأيضا رفع الحزم لأنها الأكثر ربحا بما أنها ذات سعر أكبر، فأنصحكم بمشاهدة قائمة التشغيل الخاصة بكرياتيف فابريكا، فيها كل شيء يتعلق بالربح من موقع كرياتيف فابريكا، ستجد رابط القائمة في صندوق الوصف.
الموقع الثالث وهو موقع Teachers by Teachers أو TPT حاليا، الموقع المفضل لدي والموقع الأسرع في تحقيق المبيعات، وهو موقع لبيع المصادر التعليمية بمختلف أنواعها ولكل المستويات الدراسية. فإذا كنت محترف في مادة معينة وتحبها، يمكنك بكل سهولة إنشاء مصادر تعليمية، تمارين تفاعلية وأنشطة ودروس بأسلوبك وبيعها في موقع TPT، وستندهش من المبيعات التي ستحققها كلما كان منتجك فريد من نوعه. الموقع يستحق التجربة حقا إذا كانت لديك أي مشكلة في التسجيل وإضافة نموذج الضرائب والتسجيل في الهيبر واليت، وأيضا تبحث عن استراتيجية فعالة للربح السريع من موقع TPT. اشترك في كورس كيف حققت $1,000 من بيع المصادر التعليمية. ستجد أيضا ضمن الكورس رابط لمجموعة واتساب خاصة بالمشتركين فقط، يمكنك طرح أسئلتك أو استفساراتك، ستجد دائما الجواب على أسئلتك، وسأظل أتابع معك التقدم عبر الواتساب. الكورس عليه تخفيض 55% بدل 50% بمناسبة العام الجديد. الرابط موجود في صندوق الوصف مع كوبون التخفيض. لكن يرجى التواصل معي عبر حساب الانستغرام الذي يظهر على الشاشة أولا للتأكد من مؤهلاتك، لأنه توجد بعض الشروط التي لا بد منها لكي تستفيد من الكورس، وأنا لا أريد أن أضيع أموالكم. إن لم تكن تتوفر على هذه الشروط يفضل عدم شراء الكورس. وهذه هي الشروط: أولا، وجود حساب بنكي باي بال أو باي. للأسف الحسابات البنكية المحلية المغربية لا يقبلها الموقع بشهادة بعض الأصدقاء المشتركين في الكورس. مستوى متوسط من اللغة الإنجليزية، لأنه مهما اشتغلت إن كنت تقوم بأخطاء إملائية لمنتجات تعليمية موجهة لأشخاص لغتهم الرسمية هي الإنجليزية، فهذا شيء يقتل المبيعات بالمعنى الحرفي. قد تحصل على مبيعة أو مبيعتان ثم تتوقف المبيعات بسبب الأخطاء الإملائية والتقييمات السلبية التي ستكون على متجرك. الشرط الثالث وهو معرفة بأساسية التصميم. ليس شرط أن تكون محترف، لأنه خلال الكورس ستتعلم طريقة تصميم أكثر من 10 أنواع من المنتجات الرقمية والمصادر التعليمية، ولكن يجب أن تكون على علم مسبق بطريقة الاشتغال بموقع كانفا على الأقل. أما إذا كنت تجيد برامج تصميم بشكل جيد فهذا رائع جدا. الموقع الثالث وهو موقع ديزاين باندلز، وهو موقع شبيه لحد ما بموقع كرياتيف فابريكا، ولكن أرباحه جيدة جدا. طريقة التسجيل بسيطة، ولكن ينصح بالتسجيل بشكل كامل وملأ كل الخانات المطلوبة لكي يتم قبول متجرك. أيضا يجب أن تنشر منتجات التي نشرتها سابقا في موقع آخر، وإلا قد يرفض الموقع المتجر الخاص بك. على العموم، عندما تسجل حساب في الموقع حاول أن تقرأ هذه المقالة كلها وتطبق كل التعليمات التي فيها لقبول متجرك. الموقع فيه ترافيك جيد ويمكنك الحصول على مبيعات جيدة جدا دون الترويج للمنتجات. إذا أردتم طريقة فتح المتجر في موقع ديزاين باندلز، فقط اكتبوا لي اقتراحاتكم في صندوق التعليقات أسفل الفيديو. الموقع الأخير معنا في هذا الفيديو هو موقع إيتسي، وهو موقع معروف وفيه ترافيك هائل، وهناك من يحقق مبالغ خيالية، ولكن يجب أن تعرف كيف تتعامل مع الإغلاق المؤقت، لأن أي شخص يفتح متجر جديد سيتعرض للإغلاق المؤقت مرتين: أول مرة عندما تكتمل مراحل التسجيل، وثاني مرة عندما تحصل على أول مبيعة. لكي تتعامل مع هذه المشكلة أنصحك بمشاهدة هذه الفيديوهات. الأول شرحت فيه طريقة فتح المتجر بالتفصيل الممل ومتجر حقيقي إلى الآن يعمل بشكل جيد والحمد لله. أما الفيديو الثاني عندما حصلت على أول مبيعة كيف تعاملت معها وكيف استرجعت حسابي بعدها. هذه الفيديوهات مهمة جدا لكل من يتساءل ويريد أن يعرف كيف يحل مشكلة الإغلاق في إيتسي. أتوصل بتعليقات كثيرة حول إغلاق المتجر بالرغم من أنني شرحتها بالتفصيل في هذه الفيديوهات، فرجاء حاولوا التركيز مع الفيديو ومشاهدته بالكامل لكي تفهموا كيف تتعاملوا مع الإغلاق في إيتسي. بمجرد أن تتخطى مرحلة الإغلاق المؤقت الثانية بعد أول مبيعة سيكون متجرك في أمان، وستكون قادر على الربح واستلام أرباحك من إيتسي. أنا بكل صراحة لست مهتمة كثيرا بهذا المتجر، كل ما أفعله أنني أعيد رفع نفس المنتج الذي أرفعه في موقع TPT، طبعا ليس كلها ولست مهتمة حاليا في الترويج للمتجر واستعمال حيل للحصول على مبيعات أكثر. وبالرغم من ذلك حصلت على أكثر من 40 مبيعة ابتداء من شهر سبتمبر، وهذا إنجاز جيد بدون مجهود كبير.
سأحرص على تطبيق بعض الاستراتيجيات، وبإذن الله سأشارك معكم التفاصيل في فيديوهات قادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي جديد. الجميل والرائع في الأمر أنه يمكنك تصميم منتج واحد وبيعه في كل هذه المواقع دفعة واحدة وكسب مبالغ أكبر وأكبر، وهكذا فعلت لكي أحصل على مبلغ يفوق 3000 دولار في شهر واحد. لمعرفة تفاصيل أكثر أنصحك بمشاهدة هذا الفيديو. الفيديو القادم إن شاء الله سيكون مختلف تماما وحصري، وسأشارك معكم سر كبير جدا للحصول على آلاف الدولارات، وهو كيف تجد بنفسك موقع موثوق ومربح وفيه ترافيك عالي ومجاني، وليس موقع واحد فقط وإنما مواقع لا حصر لها. ترقبوا الفيديو.